سلام الكبيتات، اليوم غنوريكم كيفاش غنستغل هاد لونسومبل في ربعه ديال البيتات. اول بيته غادي هكذا بازيك مع سيك في الفير باسكال و فولاغ في الباز وصنيدله ديال الطالون داك لوفير اللي كاينين في لونسومبل. قولوا لي كيفاش جاتكم. ثاني بيته غادي نستغل التستريول، غنخدم التستريول، غندير معاه شميس البلون مع تيشيرت البلون، غندير معاه شال بهاد الخضيبر هذا وصنيدله في الباز مع ساك في الباز. ثالث البيطة اللي كتجي كاجول، كتجي سبور، لبس تي شيرت مع الجين وزدت لا شوميز وصاك هكذا كعلقتو مع لي زيسبا، كتجي زوينة ديال كل نهار. والناس اللي كيعجبهم ستيلي شوية وكيعجبهم لي جيك لبس هاد لا جيك هادي مع لا شوميز اللي عقدتها ودرت معاها دي زيسبا في البلون و تي شيرت في البلون سويك. قولي كي جاكم كوكو كبيدات، صافي دخل، يعني خصنا اللوينات وخصنا دي زونسومبل مبردين. جبت لكم اليوم هاد لي زونسومبل من عند اش بي سليم. كيفيتات، ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وتقولوا لي في الكومنتات شكون اللي عجبتكم اكثر. كوكو بنات، اليوم كنشارك معكم الجديد ديال الفساتين الصيفيه.